ويا صايمين عاشورة، عندكم هنا سحيرة أهل المدينة بيقدموها على طريقتها الأصلية على الحجر، وسعرها بريالين. وكل هذه التشكيلة الجميلة من المخبوزات تقدروا تجربوها يوميا مجانا في معرض التذوق في مخبز يانا من الساعة 10 صباحا لغاية الساعة 3 العصر. وهذا المخبز من الداخل وما شاء الله تبارك الله عليه إقبال كبير. بيقدم هنا الكروسون بأنواع مختلفة، عندنا هنا السادة، كروسون الزعتر، وكمان عندكم هنا كروسون الجبنة. حتى اللي يبغى ياكل كروسون صحي يلاقي عندهم هنا كروسون الحبوب. نرجع ونقول للمرة الثانية، كل ما أجي هذا المكان يعطيني شعور إني سافرت على أوروبا، نفس طريقة الترتيب، نفس طريقة العرض، ونفس المنتجات. خلونا نعطيكم فكرة عن أنواع خبز الكيتو اللي بيقدموه هنا في مخابز يانا. بداية عندنا هنا خبز الحبوب، وهذا خبز اللوز، وعندكم كمان هنا توست الكيتو عبارة عن لوز مع الحبوب. وغير منتجات الكيتو بيقدموا كمان هنا تشكيلة من المخبوزات الصحية، ولفت نظري هنا كروسون بالحبوب، يعني تاكله ويكون ضميرك مرتاح. وبيقدموا كمان الباجيت بأنواع المختلفة، عندكم هنا الباجيت الألماني يجي بسبع حبوب، وعندكم كمان هنا باجيت الحبوب. ومن الأشياء اللي تنطلب عندهم، عندكم هنا خبز القمح الكامل بالإضافة لخبز الذرة وخبز السميد وخبز الشعير. وشايف عندهم هنا الخبز الألماني بالإضافة لخبز السوردو، وعندكم هنا بريوش بالبرتقال. ما شاء الله منتجات كثيرة جدا بيقدموها هنا. وبيقدموا كمان خبز الباجيت بأنواع مختلفة. وشايف عندهم الكيش كمان بيقدموه هنا بأنواع مختلفة. وهذه تشكيلة من الفطائر الأوروبية، عندنا هنا فطيرة الهوتدوغ، وهذه فطيرة الجبنة. هنا خبز الكيتو بالبذور، وهذا خبز الكيتو باللوز. خلونا ناخذ جولة ونعرفكم على أقسام هذا المكان. عندنا هنا قسم خاص للقهوة، وتقدروا تستمتعوا بفطوركم الصباحي في هذا المكان.